أكتوبر يكون كري في إطار مباريات عصبة الأبطال الأفريقية، مباراة ستنقل على شاشة قناتكم دوزيم ابتداء من الساعة 6:45. حول استعدادات النسور الخضر في آخر حصة تدريبية نستمع لتقرير حسن فاتح بعدسة عثمان مواضيع. آخر ميران وآخر الوصايا، البنزرتي لما لاعبيه نبههم لما ينتظرهم، لا مجال للخطأ بعد اليوم. مباراة مصيرية نعم، وصعبة أيضا بحكم نتيجة الذهاب. ليس هذا فحسب، بل أيضا صعوبة الخصم بما يجر خلفه من تاريخ مجيد وقوة شخصية. نلعب ضد فريق لبس به محترم جدا، واستعداد تامة وكاملة وشاملة وقدرة إله عشان نسجل أكثر من هدف. الرجاء مكتمل الصفوف يبدو جاهزا لموقعة يوم غد، استعادة مصابيه وموقوفيه أيضا، على رأس مهاجم حمزة برزوق، دفعة معنوية ونوعية بحكم قيمة برزوق التهديفية وحاجة الرجاء إلى التسجيل أمام الضيف الغيني. الجمهور كيتمنى واحد النتيجة كبيرة، كنتمنى على الله أن اللاعبين يكونوا حاسمين ويقدموا الأداء المنتظر منهم باش نتأهلوا عن جدارة واستحقاق إن شاء الله. ونتيجة 1-0 ليه بالنسبة لنا نتيجة مزيانة، إن شاء الله في هذه المباراة ديال الغد إن شاء الله غادي نحققوا الفوز إن شاء الله، وإن شاء الله خاصنا الجمهور بعد يساعد النادي أول حاجة. اختبار جدي أول حاسم للرجاء في أغلى مسابقات الأندية السمراء، عليه هز الشباك والحفاظ على عذارة مرماه إن هو أراد التقدم خطوة أخرى في الشامبيونز.